لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فايدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. وبس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجتي احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه مليار ومئتين ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لنا اتغيرت علي انا ازعل اولع، ما هو كل ده عايزنا ارضي التكة، فانا بنكة انا كان مالي ومال الغلب ده، واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي، وتغور في 60 داهية. ارفع قضيه السب والقذف. شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب اسمع، انا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12 مليون يا اخوانا. الحل موجود، حد يجي يشيل الليله على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه، ويا دار ما دخلك شر. هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصه سعيد. اهلا وسهلا. في العصه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد بيه الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا. اتفضلي يا هما، قبل ما تفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة، إيش حالة ما كنتش هتجوز في أوضة؟ دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو.
وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومله السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مله السرير. وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع رقفه تدفع رقفه. طب في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيده؟ وحيده زي هانم يا رجاله عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن. ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط الضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، إيه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه؟ مهجه مين؟ مهجه مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، أنت بتعمل إيه يا راجل أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي، أصل كنت بلعب سودوكو أنا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك إيه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك، النص اللي يخصني أنا أعمل فيه اللي أنا عايزه، وبعدين أنا مش هبيع بقى. عايزة تبيع أنت، إحنا نشتري. أنتوا مين أنتوا؟ أنا وقطعيته، خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟